بسم الله الرحمن الرحيم. احمد بحنيك، الامين العام لرابطه النقابات الحره. الموضوع ديالنا اليوم اللي هو حول الشركات ديال الكابلاج او الاسلاك ديال السيارات، والمعاناه اللي كيعانيو منهم، المشاكل اللي كيعانيو هاد العمال، وخصوص ما بعد قبل وخلال وما بعد الجائحه ديال كوفيد 19 في الكورونا. طبيعة الحال هذه وباء اللي هو عالمي، ما غاديش الله يرفع علينا ويحد الباس، والحمد لله ان بلادنا خدات بعض الاجراءات اللي هي مهمه تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله بانشاء صندوق ديال الجائحه، والتضامن ديال المغاربه كاملين، وحتى البقاء في المنازل ديال المغاربه كاملين من كل واحد من الجهه ديالته. الحمد لله اننا النتيجه ما كنفوتوش 8000 حاله مؤكده، والوفيات 211 ولا 213، يعني اقل من جميع الدول في العالم. الحمد لله اننا انتصرنا على الوباء بامتياز. فيما يخص نرجعوا للمجال الاقتصادي اللي كيهمنا والعمال اللي كيهمونا، هو هذا المشكل هذا ديال الجائحه، ولا حتى بعض الشركات اللي استغلت هذا الموقف ديال الجائحه وبدات معامله واحده اخرى. فصراحه كاين هناك بزاف ديال الشكايات اللي كتوردنا من طرف العاملات، خصوصا العاملات ما كنقولوش العمال، وهما ديال التحرش الجنسي اللي كيوصلوا انه كتجيك البنت من الدار كتقول لك انا من دارنا ما عمرني غادي نزيد، غادي نبقى بلاستيك، واللي كتمشي مع الشاف ديالها، واللي كتمشي الامور ديالها، دونك كتلونسا وكتزيد لقدام. هذا موضوع اللي خصنا نناقشوا فيه، وخصنا ما خصناش نخجلوا منه، وخصنا نطرحوه، لانه هذوك راهم بغي بناتنا ماشي شي حد. وتصور من يجي عندك البنت تقول لك انا من دارنا دونك غنبقى بلاصتي ما غنزيد ما حتى حاجه. يضيف الى ذلك هناك بحال واحد الصفه، واحد بعض الشافات بعض الشركات اللي توصلنا بالشكايات من عند العاملين ديالهم، اللي كيتكلموا على انه كاينه الشافه ديالتهم دايره لهم كديره واحد الشركات ديال التسويق الشبكي، وكتبيع وتشري وكتدخل معها البنات باش يبيعوا لها ويشريوا لها بديك السلعه، ولا كيتقداو من عندها باش غتطلعهم كتطلعها تهلا فيهم كتزيد لهم في سميتها. دونك هذه رشوه مقنعه في حد ذاتها حتى هي كاينه مطروحه في بعض الشركات. دونك خاصنا بزاف ما يتقال في هذه المساله، وبالخصوص التحرش الجنسي. عندنا مؤخرا سمعنا انه واحد الشركه في لازون، المسؤول الاداري ديالها الكبير كاع تقريبا عنده مشكل، عنده جوج ديال الدعوات في المحكمه عند المسؤولين ديال الدرك الملكي في المنطقه ديال التحرش الجنسي، واللي هما نايضين لحد الساعه، وحنا لحد الساعه عندنا نسخه منهم فاللي غادي نتكلموا عليهم، ودنا اتصال مع البنات اللي حاطين الشكايات. وهذه في حد ذاتها كيخص مراجعه ديال ان هذوك البنات راهم بناتنا، نخدموا معاهم ونتهلاو فيهم ونوقفوا معاهم حتى يوقفوا، كل وحده تمشي لدارها، كل وحده تزوج وليدات، تزوج ودير وليداتها. راه لا يعقل اننا نحن كنا في دوله اسلاميه وكنخدموا خدمه سميتو، وكلنا راه عندنا دوك راه بناتنا وخواتاتنا ومواتنا، ماشي غير اللي عطاه الله شي منصب ديال سميتو صافي غيشد البنات يستغل الضعف ديالهم ويستغل المعاناه ديالهم ويمشي ويمشي. راه كاينين بنات الناس، راه كما كاين الفاسد كاين الصالح، فحاولوا ما امكن انكم تعزلوا اللي فاسده، راه فاسده الله يطليك انت وياها، ولكن اللي صالحه راه صالحه، اللي بنت الدار راه بنت الدار، واخا دير اللي درتي ما غادي تصور منها حتى حاجه، وبالتالي كتخلق لها مشاكل في اسر ديالها مع راجلها مع دارهم مع خوتها مع دونك سي با لابين باش نوصلوا لهذه المساله هذيك. الله يرحم الوالدين. الشركات اللي مسؤول في شي بلاصه، خصوصا كنتكلم بشركه الكابلاج اللي مسؤول على شي بلاصه، ديروا المسؤولين في المستوى. كاين عندنا شركات بلايص اخرين عندهم مسؤولات النساء، الله عمر لهم الدار، ما عندناش مشكل، وانا ما كرهتش كلشي يكونوا المسؤولين ديال الار اش يكونوا نساء ويخدموا باش نتفاداو هذه المساله ديال التحرر. النقابه كاين متابعه اللي غادي تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن بعد الطلب ديال المعنيات بالامر، المعنيه بالامر غتحط لنا واحد النسخه، ديك الساعه غنتابعوا حنا بالمحكمه، لانه كاين محامين عندنا في النقابه اللي غادي نعطيهم سميتو، غادي نديروا المتابعه القانونيه بحد ذاتها، لانه خصنا نوضع النقط على الحروف ووضع كل حاجه على حده. ما يمكنش غادي نبقاو كنتفرجوا في بناتنا كيتكرفسوا ويجيو الشكايات وغادي نتفرجوا فيهم. حنا هنا نقابه من اجل الدفاع على المواطنين على العمال باي بشتى الوسائل ديالهم.